أهلا بكم في حلقة جديدة من الأجندة. قبل أيام قليلة دخل المسلمون عامهم الهجري رقم 1440 ومن الطريف أن الاحتفال بالهجرة هذا العام وافق نفس الشهر الميلادي الذي هاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1440 سنة. فقد تمت الهجرة النبوية على الأرجح في شهر سبتمبر من العام 622 ميلادي. ولليمنيين في الهجرة وفي شهر سبتمبر خصوصية تستحق التوقف ففي هذا الشهر استقبلت القبائل اليمنية في يثرب استقبلت النبي والرسالة اللذان سيغيران شكل العالم خلال ربع قرن من ذلك التاريخ وكانت هذه القبائل اليمنية هي الأوس والخزرج هي عماد هذه الرسالة الجديدة وهذا التغيير الكبير وفي هذا الشهر ايضا انجز اليمنيون اعظم حدث في تاريخهم بعد الاسلام وهو الثوره اليمنيه الام 26 سبتمبر في العام 1962 وفي هذا الشهر ايضا قتل رأس الفتنه الاماميه الاخيره في صعده حسين بدر الدين الحوثي وفي وهذه الفتنه هي الفتنه التي بلغت ذروتها في شهر سبتمبر ايضا من العام 2014 عندما دخلت عصابة الانقلاب إلى العاصمة الصنعاء وأسقطت الدولة اليمنية والمرحلة الانتقالية التي كان اليمنيون ينتظرون نهايتها لحل مشاكلهم لحل مشاكلهم السياسية حلا جذريا عادلا ومرضيا للجميع لكن الحديث عن السنة الهجرية الجديدة قد رافقه عند الإماميين حديث سياسي مغلف بالدين عن جمعة رجب هذه الجمعة التي يقولون ان جدهم الامام علي بن ابي طالب كرم الله وجهه هو صاحب الفضل في ادخال اليمنيين الى الاسلام ومن بعده جدهم الهادي. وهذا شكل من اشكال التزييف للتاريخ اليمني يحتاج الى وقفه لاعاده قراءه قصه اليمن مع الاسلام. وهو ما سنقوم به في هذه الحلقه باذن الله. في هذه الحلقة سنحاول تتبع الخيوط الأولى بشكل سريع ومختصر، الخيوط الأولى للإسلام أو لقصة الإسلام في اليمن، كونوا معنا. في تاريخ اليمنيين حدثان كبيران من حيث نتائجهما الضخمة، الأول دخول اليمنيين في الاسلام والاخر ثوره 26 سبتمبر عام 1962. كلا الحدثين نقل اليمنيين نقله نوعيه من عصر الى عصر ومن ثقافه الى ثقافه مختلفه. وكلا الحدثين حفت به ملابسات لها علاقه بقبيله الاماميين في اليمن. هذه الملابسات والشبهات بحاجة إلى تفكيك ونقد في سياق تصحيحنا للتاريخ اليمني والتاريخ الإسلامي عامة هذا التاريخ الذي كتب في أكثر الأحيان من منظور إمامي تاريخ اليمني تحديدا لأن هذا التاريخ المشوش أصبح يستغل سياسيا ضد مصالح اليمنيين وكرامتهم وحريتهم قصة دخول الإسلام إلى اليمن على سبيل المثال شابه الكثير من الغموض والتشويش نتيجة غياب التوثيق الجيد في فترة التدوين الاسلامي يعني خلال القرن الثاني والقرن الثالث الهجريين وقد لاحظنا في حلقة سابقة كيف ان مثقفا اماميا مثل حسن فرحان المالكي وهو يدعي انه من المحققين في الروايات التاريخية كيف انه اختزل قصة اليمنيين مع الاسلام في مجيء جد علي بن ابي طالب الى اليمن وهذا بالطبع حديث سياسه لا حديث تاريخ لانه حديث التاريخ شيء مختلف عن هذا. والتاريخ المتوفر بين ايدينا يكفي لكشف العبث الذي يمارسه الاماميون بتاريخنا من زمن طويل. بالعوده الى المصادر التاريخيه المتوفره يتضح ان قصه دخول الاسلام الى اليمن يعني قصه متشعبه كثيرا ولها أكثر من بداية وأكثر من طريقة فمن المعروف أن عدد عددا من اليمنيين قد التقوا بالنبي محمد في مكة قبل الهجرة في مكة يعني وأعلنوا إسلامهم على يديه ثم عادوا إلى اليمن ليبشروا قومهم بالرسالة الجديدة وتكررت هذه العملية قبل الهجرة وبعدها من اليمن الى النبي والعوده وتكررت ايضا من وفود يمنيه الى الى مكه بعد الهجره ثم الى المدينه يعني الى المدينه المنوره عفوا بعد الهجره للتعرف على الاسلام والدعوه اليه في اليمن ثم جاءت مرحله اخرى هي مرحله بعث الوفود من قبل النبي الى حاكم اليمن الى الى اليمن عموما الى حاكم اليمن انذاك باذان الفارسي لدعوته الى الاسلام وبعث عدد من الصحابه منهم علي بن ابي طالب وخالد بن الوليد ومعاذ بن جبل وغيرهم بعثهم الى مخالف اليمن وكان النبي قد قسم اليمن الى مخالف خمسه او بلغه اليوم الى اكاليم خمسه وبعث الى كل اقليم رسل تدعو الى الاسلام والرواية التي تقول ان همدان كلها او ان همدان كلها اسلمت على يد علي بن ابي طالب في يوم واحد بعد ان تمنعت على خالد بن الوليد لمده سته اشهر، هذه الروايه هي روايه ظاهره البطلان والتزييف لان الناس لا يدخلون في الدين بهذه الطريقه الساذجه حتى لو كان الذي يدعوهم نبي. يعني هذه الروايه ارادت القول إن علي بن أبي طالب أنجح من كل الأنبياء. شخصية ناجحة حتى أكثر نجاحا من الأنبياء أنفسهم، لأنه استطاع في يوم في يوم واحد إدخال قبيلة ضخمة مترامية الأطراف مثل همدان القديمة أدخلها كلها في الإسلام في يوم واحد. بينما عجز نبي الله نوح عن إقناع قومه بالإسلام في 900 سنة. وعجز النبي محمد عن إقناع قريش بالإسلام طوال 23 سنة. رواية مثل هذه لا شك أنها من الروايات المختلقة التي أرادت منح السلاليين مستند أو مادة للتأثير على عواطف اليمنيين جيلا بعد جيل نقول هذا ليس لأن الرواية في مضمونها تجافي منطقة العقل فقط يعني وإنما أيضا لأنها تختزل بشكل مخل قصة اليمنيين مع الإسلام فيها اختزال لقصه اليمن مع الاسلام. قصه اليمنيين مع الاسلام اسبق بكثير من معاذ بن جبل وخالد بن الوليد وعلي بن ابي طالب. بل اسبق من النبي محمد نفسه. لانها بدات مع ملكه سبا التي كانت تعبد الشمس هي وقومها ثم تعرفت على الاسلام في زيارتها الملكيه للنبي سليمان. وعادت به بالإسلام يعني هي والملأ الذي كان معها عادوا به إلى اليمن لا شك أنه كثير من اليمنيين قد تبعوها في ذلك وهذا هو الذي يفسر ظهور الديانة اليهودية في الدولة الحميرية التي جاءت بعد الدولة السبائية وإسلام ملكة سبا ثابت بنص القرآن قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين في سورة النمل لاحظ يعني عبارة أسلمت مع سليمان ما قالتش أسلمت لسليمان ولا على يد سليمان بل مع سليمان عبارة فيها ندية وفيها نفس ملكي وهذه لفتة لا يتنبه لها موقف يعني لا يتنبه لها مؤلف بشري يعني لو لو أنه يحكي القصة هذه لابد إن, أن المطلع عليها او انه ساردها وحي لكن التاريخ للاسف آه لم يوثق لنا كيف دخلت اليهوديه الى اليمن مع العلم ان اليهوديه مذهب ظهر بعد وفاه النبي سليمان وبعد انقسام الدوله اليهوديه التي حكمها يعني سليمان لم يكن يهوديا ولا موسى ولا صموئيل ولا الانبياء الذين سبقوا آه سليمان لم يكونوا يهودا لأن اليهودية مذهب جاءت بعد آآ آآ بعد الأسر البابلي بعد سقوط الدولة والأسر البابلي لليهود لأن اليهودية ارتبطت بالتوراة التي جمعها عزر اللي بيسميها القرآن عازر وهذا الرجل جمع التوراة في بابل بينما الإسلام ارتبط بتوراة موسى توراة نفسها توراة موسى نفسها التي اختفت أثناء حياة سليمان وبعد وفاة سليمان وخلال انقسام الدولة والاضطرابات التي رافقتها الدولة اليهودية في فلسطين والشيء اللافت انه لم تقم دولة لليهود في التاريخ الا مرتان مرة في فلسطين او دولة في فلسطين ودولة في اليمن مع فارق مهم طبعا يعني هو ان الذين اسسوا دولة فلسطين هم اليهود هم بنو اسرائيل انفسهم أما الذين أسسوا الدولة اليهودية في اليمن فهم يمنيون خلص يمنيون اعتنقوا المذهب اليهودي والسؤال هو أين ذهب اليمنيون الذين أسلموا مع ملكة سبأ؟ هؤلاء بالتأكيد لم يكونوا يهود لأن اليهودية ظهرت بعد زمنهم دولة الحميرية كانت دولة يهودية وكانت توراتها هي تورات عزرة وليست تورات موسى طيب أين ذهب الذين أسلموا مع ملكة سبأ اليمنيين وما الذي يعنيه قيام دولة يهودية في اليمن قبل مجيء الرسالة المحمدية الأخيرة هناك الشهادة في الفقرة التالية طرحت في الفقرة السابقة سؤالا تاريخيا يقول أين ذهب اليمنيون الذين اعتنقوا الاسلام مع ملكه سبأ في زمن النبي سليمان لان من المؤكد ان ملكه سبأ لم تعتنق الاسلام وحدها بل كان معها الكثير من ملائها ولا شك ان بعض قومها قد دخل الاسلام معها بعد ذلك لانهم كانوا يجلونها واحترمونها كما يظهر في سيرتها القرانيه والتوراتيه وهؤلاء كانوا مسلمين وليسوا يهودا كما تقول ال كما يقول التاريخ المشوش لأن المذهب اليهودي كما قلت لم يظهر إلا بعد وفاة سليمان وانقسام دولته فأين ذهب السبائيون الموحدون إذن؟ ولماذا أغفل التاريخ ذكرهم لماذا أغفل ذكرهم تماما وأظهر تاريخ الدولة اليهودية الحميرية التي جاءت بعدهم الحقيقة لا لا توجد اجابه لدى المؤرخين على هذا السؤال بل ان هذا السؤال لم يطرح من قبل على الارجح. وانا بدوري ساقدم اجابه لم تطرح من قبل قد تكون غريبه بعض الشيء لكنها تستحق التامل والتحقيق من قبل المؤرخين. اقول ان الطائفه اليمنيه التي اعتنقت الاسلام في عهد ملكه سبا هي نفسها الطائفه التي تعرضت للتعذيب وللحرق في قصة أصحاب الأخدود المذكورة في القرآن الكريم الطائفة التي قصدها القرآن في قصة أصحاب الأخدود هي طائفة المؤمنين الموحدين من السبائيين وليس الطائفة النصرانية كما قال المفسرون والمؤرخون طبعا هذا لا يعني أن النصارى لم يتعرضوا للتعذيب والتحريق في هذه الفترة الوثائق التاريخية تدل بوضوح على أن نصارى اليمن تعرضوا أيضا لحملة إبادة وتعذيب من قبل الملك الحميري ذو نواس لكن قصة أصحاب الأخدود لا تشير إلى النصارى بل إلى اليمنيين الذين أسلموا في عهد الدولة السبائية ودليلي على ذلك ما يلي أولا الآية في القرآن تذكر الذين تعرضوا لحريق الأخدود بصفة المؤمنين تصفهم بالمؤمنين وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود ولفظ المؤمنين هنا في القرآن دائما ينصرف الى الذين امنوا بعقيده التوحيد اما نصارى اليمن فكانوا على عقيده التثليث المسيحيه كما اثبتت مخطوطات الكنيسه السريانيه في العصر الحديث التي نشرت حديثا ومن المستبعد ان يصفهم القرآن بالمؤمنين وهم على عقيده يراها القران كفر وضلال عقيده التثليث. وبقيه الايه تؤكد هذا الراي عندما تقول وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يعني هذه كانت جريمتهم عند ملك حمير انهم يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يعني القضيه التي يعذبون ويحرقون من اجلها هي قضيه الايمان بالله العزيز الحميد وليس ايمانهم بعقيده التثليث المسيحي. هذا اولا. ثانيا من المعروف ان المسيحيه دخلت الى اليمن عن طريق الحبشه ونصارى الحبشه كانوا وما زالوا على عقيده التثليث المسيحي ومن ثم لا يمكن القول انهم كانوا مسيحيين موحدين مثلا من كما يقال اريوسيين او غيره والذي حسم هذا الامر هو مخطوطات الكنيسه السريانيه كما قلت قبل قليل. هذه المخطوطات ذكرت بوضوح أنهم هؤلاء الذين تعرضوا للتعذيب على يد كانوا مسيحيين مؤمنين بعقيدة التثليث والخلاف كان فقط هل هم أرثوذكس شرقيين أو كاثوليك رومان هذه المخطوطات السوريالية التي اكتشفت حديثا في القرن العشرين أو التاسع عشر تذكر أن طائفة مسيحية يمنية تعرضت للتعذيب والمطاردة والقتل وتذكرهم بالأسماء وتذكر ان كنيستهم الكبرى احرقت من قبل الملك ذو نواس وهو ما يدل على ان الملك الحميري ذو نواس قد شن حمله اباده على كل العقائد المخالفه لمذهبه اليهودي سواء كانوا سبائيين موحدين يعني اليمنيين الموحدين على ديانه الاسلام او كانوا مسيحيين مثلثين لكن القران سلط الضوء على المحركه الكبرى التي حدثت انذاك التي ذهب ضحيتها المسلمون الموحدون من اليمنيين وهنا قد يطرح سؤال كيف لم يتنبه مفسرو القرآن وكتاب السيرة إلى هذه الحقيقة أو هذه المسألة ولماذا قالوا أن الذين تعرضوا للمحركة هم أصحاب الأخدود أو تعرضوا لمحركة الأخدود هم نصارى اليمن الجواب في اعتقادي هو أنه قد حدث لبس في مفهوم يعني لبس معروف ومفهوم لدى رواة التاريخ ولدى المؤرخين في هذه المسألة يعني هذا اللبس ناتج عن خلطهم بين المسيحية أو بين المسيحيين الذين اعتنقوا عقيدة التثليث وبين المسلمين الذين آمنوا برسالة موسى وسليمان من ناحية ثم آمنوا بسليمان بالمسيح عيسى نبيا عندما جاء بال عندما جاء بالنبوة الاسلام بالمسيح في نظر الملك الحميري جريمه سواء كان الذي امن به هم المؤمنون الموحدون من المسلمين او المثلثين ولذلك ربما الرواة خلطوا بينهم كانوا كلهم مسيحيين وقد عاقب الطائفتين لانه اليهود بعضهم امن بالمسيح. عاقبت الطائفتين اللي هي المثلثه والموحده لكنه اوغل في دماء الموحدين اكثر بدليل ان المخطوطات المسيحيه التي ذكرت حرق الكنيسه اعتبرت حادثه حرق الكنيسه هي اكبر حدث وقع لهم للمسيحيين ولم تذكر قصه حريق الاخدود مع انها اشارت الى وجود اخاديد للتعذيب والحريق. وكان القرآن قد أراد أن يعدل كفة الميزان فيخلد حادثة الأخدود التي ذهب ضحيتها المؤمنون الموحدون الذين نسيتهم أو نسيهم التاريخ الكنسي. إذا قصة اليمنيين مع الإسلام أكبر من أن تختزل في جمعة رجب وعلي بن ابي طالب والهادي الرسي. نحن امام تاريخ كبير لكنه غائب او مغيب. وتاريخ اليمنيين هو اكثر تاريخ في المنطقه تعرض للسحق والاباده والتغييب. ولا اريد ان افصل في هذا الجانب لانه الموضوع طويل وذو شجون. انما الهدف من هذا الكلام ان نلفت الانتباه الى مخاطر اختزال التاريخ اليمني لصالح سلاله معينه تريد ان تستحوذ مش بس على السلطه والمال والجاه بل على تاريخ اليمن ايضا. نحن امام قضيه سياسيه اكثر منها قضيه تاريخ. تعالوا نستمع الى خطاب احدهم وهو يختزل تاريخ اليمنيين في سلاله جده. هذا عبد الملك الحوثي يمر على جهود اليمنيين السابقين في الاسلام يمر عليها مرور الكرام ثم يسلط الضوء بكثافة على جهود جده علي بن أبي طالب في اليمن مع أنهم قالوا أنه لم يستمر إلا يوم واحد في دعوة اليمنيين إلى الإسلام بينما جهود غير التي استمرت شهور وسنوات مر عليها مرور الكرام وهذا هو نوع من تزوير التاريخ تعالوا نستمع إليه ثم هناك حكاية الأنصار الأوس والخزرج القبيلتان اليمانيتان التي بادرت بادرتا الى الاسلام، ثم كان لهما شرف النصره وشرف الدور المتميز في الدفاع عن الاسلام وفي الايواء للرسول وللمهاجرين. فيما بعد اقبل اهل اليمن الى الاسلام من خلال وفود كانت تفت الى النبي صلوات الله عليه وعلى اله. ولكن بعد ذلك كان الدخول الكبير والواسع والشعبي بشكل عام بعث الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم رجلا اختصه بهذه المهمه هو الامام علي عليه السلام وكان ابتعاثه له الى اليمن له دلاله على الاهميه والمكانه العاليه لاهل اليمن لدى الرسول صلوات الله عليه وعلى اله علي عليه السلام بمكانته العظيمة في الإسلام بمقامه الكبير باعتباره في مدرسة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في مقامه الإيماني الرجل الذي عبر الرسول عن مكانته بقوله علي مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي من أسئلة التاريخ التي تحتاج إلى تحقيق والتي لها علاقه بتاريخنا السياسي سؤال يقول كيف استقبل اليمنيون رساله النبي محمد بالرضا والقبول بهذه السهوله في حين قاومتها قبائل عربيه كثيره في مقدمتها قبيله قريش في شمال الجزيره؟ وعلى الرغم من ان القبائل اليمنيه في اغلبها كانت نسبيا مختلفه عن قبائل الحجاز ثقافه ولغه ونسبا وبين قبائل اليمن وقبائل الحجاز نوع من الصراع والحرب الباردة لابد أن هناك عوامل قوية دفعت أغلب اليمنيين للتسليم السريع بالرسالة المحمدية هذه العوامل في ظني لها علاقة بوجود الإسلام ووجود المذهب, المذهب اليهودي في اليمن قبل الرسالة المحمدية قبل الرسالة الخاتمة بزمن بل أن هذه العوامل نفسها هي التي تفسر تعاطف بعض اليمنيين مع التيار الشيعي المتاخر. وهذا الامر يحتاج الى تفصيل. اولا دعونا نستبعد التفسير الذي يقول ان اليمنيين استجابوا للاسلام سريعا نكايه بالقبائل الحجازيه الكافره برساله النبي محمد. والتي كان بين اليمنيين وبينها منافسه تاريخيه. نستبعد هذا التفسير لانه الناس لا تتنازل عن اديانها بسهوله لمجرد النكايه بالاخرين. أو في سياق الصراع السياسي بين القبائل وبعضها يعني التفسير السياسي لاستجابة اليمنيين السريعة للنبي محمد تفسير مستبعد كما أن التفسير الاقتصادي أيضا إذا وجد هو تفسير مستبعد وهو غير مطروح أصلا للنقاش ومن ثم فإن التفسير الراجح لا بد أن يكون تفسير ديني ثقافي هناك شيء شيء ما في ثقافة اليمنيين وعقائدهم سهل عليهم قبول الرسالة المحمدية الخاتمة وجعل استجابتهم لا سريعة هذا الشيء في ظني هو شيوع فكرتين في أوساط اليمنيين آنذاك قبل مجيء النبي محمد هما فكرة التوحيد وفكرة المسيح العربي المسيح العربي المنتظر وكلاهما من عقائد اليهود وما قبلها كانت فكرة المسيح العربي على سبيل المثال المسيح العربي المنتظر كانت حاضرة بقوة في زمن بني إسرائيل من عهد موسى إلى نهاية الدولة الموحدة أو الدولة الموحدة بالأصح الثنتين صحيحات الموحدة والموحدة يعني نبوءة المسيح العربي المنتظر ظلت قرابة 250 سنة في بني إسرائيل قبل أن يتم تزويرها. لأن موسى أخبر بني إسرائيل في سيناء أخبرهم أن النبي الخاتم لن يكون من نسل إسرائيل بل من نسل إسماعيل. وقد أطلقوا على هذا النبي الخاتم وصف أو اسم المسيح المنتظر. مسيح يعني المصطفى وأطلقوا عليه أي تسمية أخرى أيضا سموه حجر الزاوية يعني الحجر الذي يتمم بناء النبوة تخيلوا البناء النبوة عبارة عن هرم وباكله حجر الزاوية الذي تكتمل به النبوة وما زالت هذه النبوءة موجودة حتى الآن في الإصحاح 18 من سفر التثنية اليهودي وموجوده في موضعين اخرين من التوراه السامريه في سفر الخروج والتثنيه وان كان اليهود قد حاولوا تحريف النبوءه بطريقه غير ناجحه فيما بعد بعد انقسام الدوله المهم ان هذه النبوءه كانت حاضره بقوه في زمن سليمان الذي اسلم فيه الكثير من اليمنيين مع ملكه سبا ولا شك أن اليمنيين نكلوا هذه النبوءة معهم عندما عادوا إلى اليمن واحتفوا بها كما احتفى بها اليهود طوال الوقت بل إن هذه النبوءة أصبحت هي محور التاريخ اليهودي والتاريخ المسيحي كله ولا أريد أن أتشعب أكثر وجود هذه النبوءة في أوساط اليمنيين من قبل البعثة سهل قبول قبول اليمنيين لنبوه محمد عندما جاء، وسرع من استجابتهم لرسالته، عرفوه على طول. وهذا الامر حدث للقبائل التي في اليمن كما حدث للقبائل اليمنيه في يثرب. ويبدو لي ان القبائل اليمنيه في يثرب قد حملت في ثقافتها بقايا من ديانه اجدادهم اليمنيين. واظن ان قبيله الاوس هي امتداد تاريخي لقبيلة أوسان اليمنية طبعاً الألف والنون في نهاية كلمة أوسان هي أداة التعريف عند اليمنيين القدامى كلمة أوسان تنطق في العربية الفصحى اليوم الأوس وغيمان تنطق الغيم وعيبان العيب وهكذا خولان وهمدان لأن الألف والنون في الأخير هي ألف ولام ألف ولام التعريف في الفصحى الشاهد أن الثقافة اليهودية التي احاطت باليمنيين داخل اليمن وفي يثرب هي التي سهلت قبول اليمنيين بالنبي الجديد ورسالته لان هذه الثقافه كانت في زمن الاسلام الموسوي تتحدث عن نبي عربي خاتم ياتي من سلاله اسماعيل قبل ان يحرفها اليهود بطريقه فاشله ومكشوفه ويجعلوا النبي هذا من سلاله داود مع انهم في في ظني ما هاجروا من فلسطين الى يثرب الا بدافع آه هذه النبوءه التي تقول لهم ان التوراه ما زالت تقول لهم لليوم في التوراه ان المسيح المنتظر او النبي الخاتم سيهاجر الى المدينه الى يثرب والا ايش جابهم يثرب؟ بنو اسرائيل اللي كانوا في يثرب كي بنو قينقاع وبنو النظير وبين وخيبر هؤلاء جاءوا من فلسطين او جاءوا من من العراق وقت الاسرى البابلي ما الذي سياتي بهم الى الى المدينه المنوره؟ الا اذا كانوا لديهم نبوءه تقول ان يثرب هذه هي ملجئ ملجا الهارب من 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 مكه هذه النبوءه ما زالت موجوده حتى الان في الاصحاح 21 من سفر اشعيا في العهد القديم موجوده تحت عنوان وحي على بلاد العرب تقول في جمله منها وحي على بلاد العرب بيتوا في صحراء العرب يا قوافل الددانيين هاتوا ماء للعطشان يا سكان تيماء تيماء منطقة فوق المدينة استقبلوا الهارب من أمام السيوف والقوس المشدودة إلى آخره من هو هذا الهارب العطشان اللي هارب من السيوف وعيوصل لمنطقة تيماء أو مطلوب من التيمائيين يستقبلوه ما فيش هارب ولا مهاجر غير محمد في هذا التاريخ ومع ذلك لا زلنا نجهل إلى أي مدى ساهمت ديانة التوحيد أو ديانة التوحيد السبائية في تهيئة الثقافة اليمنية لهذه النبوءة أو كيف حصل ذلك لكن النتيجة نفسها وجود استجابة سريعة هذه النتيجة دلت على وجود سابقة أو سوابق الثقافة السابقة قبل البعثة النبوية الأخيرة. هذا بالنسبة لتأثير الثقافة التوحيدية والثقافة اليهودية على قبول اليمنيين للرسالة المحمدية الخاتمة. يعني قبولهم بسرعة ويسر. وفي ظني أن الثقافة اليهودية التي سادت اليمن قبل البعثة النبوية كان لها أيضاً دور في تقبل بعض اليمنيين للفكر الشيعي اللي جاء في وقت متاخر لان الفكر الشيعي لم ينتشر الا لاسباب خاصه في العراق وفارس كانت الاسباب سياسيه بحته في سياق رده الفعل الفارسيه تجاه الغزو العربي لبلادهم وتحطيم دولتهم العظمى وتحويلهم الى موالي ومواطنين من الدرجه الثانيه في الدوله الامويه كما اعترف المفكر الشيعي علي شريعة نفسه في حديث مشابه إذا التشيع انتشر في فارس وفي العراق في سياق الصراع بين فارس والعرب أما في اليمن فإن قبول الفكر الشيعي الوافد في وقت متأخر من القرن الثالث الهجري كانت له أسباب مزدوجة أبرزها من وجهة نظري تأثير الفكر اليهودي السابق على العقل اليمني تأثير الثقافة اليمنية على العقل اليمني لماذا؟ لأن حجم التشابه بين البناء الداخلي لليهودية والبناء الداخلي لمذاهب الشيعة حجم التشابه كبير ولافت للانتباه وكأن الفكر اليهودي قد حفر في العقل اليمني حفر قوالب ضرورية للقوالب الضرورية الجاهزة للفكر الشيعي بس يوصل يعبي بل ان قوالب قالب الفكر الشيعي في الحقيقه مجرد امتداد للقالب الاسرائيلي وهذا كلام موثق ومدروس. يعني على سبيل المثال تقبل اليمنيون بعد الاسلام فكره الاصطفاء العرقي لانها كانت معروفه في الثقافه اليهوديه، فكره الاصطفاء كانت فكره يهوديه. وتقبل اليمنيون فكره النبي والوصي الشيعيه لأنها أيضا كانت معروفة في الفكر اليهودي النبي موسى والوصي هارون وتقبلوا أيضا فكرة الإمامة في سلالة الوصي لأنها أيضا فكرة معروفة في التوراة المحرفة هناك عبارة تقول الـ 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 الإمامة في نسل داوود هكذا لأنه سلالة الوصي داود نفسه من سلالة الوصي هارون وهكذا يعني بقيه العقائد الاسرائيليه التي حفرت في العقل الباطل لليمنيين سوت له يعني اسست له حفرت له اساس جاءت الفكره الشيعي والاساس جاهز فكانت قوالب مألوفه غير منكره عندما جاءت لاحقا بمضامين اسلاميه مع مذاهب التشيع ولا اقصد بمذاهب التشيع الهدويه فقط بل والباطنية أيضا والاثنا عشرية بمستوى أقل الباطنية التي عرفتها اليمن انتشرت في بعض أجزاء اليمن في فترة سابقة يبدو فيها تأثير المذهب الإسرائيلي المسيحي بشكل بارز تعظيم هذه الطائفة لرمزها أو لرموزها يشبه تعظيم المسيحيين للمسيح عيسى بن مريم هذا هو تأثير المسيحية وهذا غريب قليلا على اليمنيين لأن تقديس الأشخاص لم يكن مألوف في الثقافة اليمنية قبل دخول المسيحية إلى اليمن بل إن اليمنيين في جاهليتهم كانوا أرقى في عبادتهم من قريش نفسها لأنهم كانوا بيعبدوا كواكب سماوية يعني رموز في السماء وليست أصنام أرضية يصنعونها بأيديهم يعني في, في النهاية فارق راقي يعني في الوقت الذي كان فيه القرشي يعبد أصنام كان اليمني يعبد الشمس أو القمر كما يفعل أصحاب الحضارات الكبيرة من مصريين ويونانيين وبابليين ولم نعرف أن اليمني القديم قدس شخص متجسد كما تفعل الباطنية الإمامية فيش اليمنيين لم يقدسوا أشخاص لابد أن الفكرة هذه جاءت هناك مؤثرات طرأت على العقل اليمني جعلته يقبل بتقديس الأشخاص عاديين ولا أجد يعني الآن عامل سوى عامل سوى المذهب الإسرائيلي بشقيه المسيحي واليهودي تحديدا شقه المسيحي هو الذي أثر في هذا الجانب ولكي نتعرف على مفهوم تقديس الأشخاص تعالوا نتابع هذا المقطع المصور لبعض أفراد من طائفة البهرة وهم يتحلقون حول زعيمهم وينادونه بعبارات التاليه والتقديس تعالوا نشاهد ونرجع نعلق طبعا هذا لا نقول هذا الكلام في سياق النقد او الاساءه الى المذاهب الدينيه النقد له مجال اخر غير هذا والاساءه للمذاهب الدينيه ليست هدف ومن حق الانسان ان يختار مصيره وعقيدته وديانته بكل حريه وله كامل الحريه في ذلك وانما نحن هنا في محاوله لاعاده قراءه التاريخ اليمني بمقولات اكثر تفسيرا واكثر نفاذا الى جوهره. بعد ان اصبح التاريخ اليمني ماده للتعبئه السياسيه بيد العابثين والمزورين. يعني نحاول ان نفهم التاريخ اليمني والشخصيه اليمنيه لكي نصل الى خلاصات تساعدنا على مقاومه المشاريع الاستبداديه التي توظف كل شيء ضدنا. حتى التاريخ بتوظف ضدنا. الى هنا تنتهي حلقة اليوم نلقاكم في الأسبوع القادم..